في هذا الفيديو بنزور جزيرة فوكيت في تايلاند، واللي تعتبر واحد من أجمل الجزر الموجودة في آسيا. بنستكشف معالم فوكيت، وبنزور مجموعة جزر قريبة من فوكيت واللي تسمى بي بي آيلاندز. تابع الفيديو للنهاية وراح تشوف مناظر جميلة جدا من هذه الجزيرة الرائعة. وصولي إلى فوكيت كان في وقت متأخر، فقررت أني أزور واحد من أجمل المطاعم الموجودة في فوكيت مع إطلالة ساحرة وفي وقت الغروب. يا صباح الخير والسرور في يوم جديد في فوكيت تايلاند. صحيت من الصباح الباكر عشان أروح في رحلة إلى فيفي آيلاند اللي هو جزيرة فيفي. من قبل ما أجي والناس أزعجوني، لازم تروح فيفي آيلاند، لازم تروح فيفي آيلاند، فيفي آيلاند من أجمل الجزر في العالم. اليوم بنسوي الرحلة هذه وبنشوف هل هي فعلا من أجمل البحار والجزر في العالم أم لا. أول محطة لنا اللي هو بامبو آيلاند، وهذه واحدة من الجزر الثلاث اللي تكون فيفي آيلاند. حرفياً تقدر تشوف الأسماك تمشي تحت في الموية، ما يحتاج سنوركلينج ونظارات ولا شيء زي كذا. هذا السمك ولا حجر ذا؟ الموية صافية جداً، الموية صافية لدرجة أني أقدر أشوف الظل حقي في الموية. تعرفون المقاطع اللي تقول لك يوريك ان انستغرام فيرسز رياليتي، اللي في الانستغرام تشوف المنظر زي كذا بس في الحقيقه كيف؟ بوريكم وش قصدي. يعني في الانستغرام يجون يحطون لك موسيقى ومنظر زي كذا كانك انت لحالك ما في احد حولك، بس الحقيقه وش هي؟ الحقيقه هذه، هذه الحقيقه. اخي مع المناظر الجميله هذه كذا ودك انك انت توخر النظارات وتناظر اللون الجميل حق البحر، تغذية بصرية. أوه تخبط على طول، يوم رميت عليها الرمل طاحت وسوت نفسها ميتة. قاعدة تطلع مرة ثانية الحين. أيوة كذا تأكد إن ما في خطر. والله البحر جميل، المناظر حقه مرة، بس ما أدري ليش يسمونه بامبو آيلاند. بي بي آيلاند تتكون من جزر مختلفة، وأكبرها جزيرة بي بي دون. وخلال الرحلة في جزر بي بي آيلاند راح تمر مختلف الجزر وتشوف مختلف الأماكن الطبيعية الجميلة المحيطة بهذه الجزر. هذا يقول لك هذا مانكي باي، هنا كلها قرود، بس عشان تطلع القرد كذا في ناظريك ولا في الكاميرا يبغى له دوارة. القردة هنا أندر من الألماس. أحسها طلعت مدينة كاملة، كانها الجزيرة مأهولة، يعني تقدر تيجي تسكن فيها. واحدة من جزر فيفي، أتوقع اسم الجزيرة فيفي دون، أتأكد وبحط لكم الاسم هنا. بس صراحة تصلح إن الواحد يجي يسكن فيها أبو ليلة ليلتين روقان وكذا، حلوة. أنا للأمانة توقعت إن الجزيرة هذه بس تجي تقعد في الجزيرة وتشوف كذا شوية أشياء وتمشي خلاص، بس لا، طلع لا، في محلات وأسواق كأنها مدينة كاملة مأهولة. أنا ما كنت أعرف عن بيبي ترا، ولا أحد صورها زي الناس. بناخذ استراحة هنا عشان نروح ناكلنا شوي أكل قبل ما نكمل الرحلة حقت فيفي آيلاندز. هذا المطعم اللي بناكل فيه. هذه واحدة من الأوبشنز الفنادق اللي موجودة في فيفي آيلاند. وهنا في فندق ثاني. جزيرة فيفي هذه ذكرتني ببوراكاي صراحة، تشبه بوراكاي شوي في الفلبين. فيفي آيلاند هذه تبعد تقريبا أبو ساعة ونص إلى ساعتين من جزيرة فوكيت. أنا دائما كنت أتصور أنها جزيرة ما فيها، جزيرة كذا بس تروح وتتمشى وترجع، بس لا والله فيها سكن، فيها مطاعم، فيها كوفيات. المكان صراحة يستاهل أبو يوم يومين الواحد يجي يسكن فيه شوي. أنا لو كنت داري أن المكان هذا زي كذا كأنها جزيرة مدينة صغيرة كان جيت وسكنت هنا يوم يومين، قهر إني ما كنت داري. الجزيرة صغيرة هناك الطرف، يعني تشوف البحر هناك واحد من الشواطئ، وبعدين هناك الشاطئ الثاني، يعني بس تقريبا 300 متر ولا 250 متر من شاطئ إلى الشاطئ الثاني. هنا عندك جدول الرحلات من فوكيت إلى فيفي، 9 11 الساعة 2 2 ونص.
والسعر تقريبا 450 بات. وهذا الشاطئ الثاني حق فيفي ايلاند. الجزيره هذه اسمها جزيره فيفي دون، وتقدر تجيها من فوكت تقريبا طريق ساعتين بالقارب السريع. صار في الطقاق هناك. There is a police station there, right on the left side. Yeah, tourist police. You can complain. Yeah. والله صار في طقاق هنا ورا، واحد كذا واحد قاعد ينفق على مجموعه هنود، صار في طقاق. قلت روح اشتكي على الشرطه يا اخي، من جدك لا تقعد تطاق انت وزوجتك قاعده تصيح هناك وحالهم حاله. مايا بي هذه جزيره قريبه من فيفي، فاذا الواحد سكن هناك ممكن يجي بالقارب الى هنا يشوف المناظر الجميله، البيج حقهم مره حلو، بعدين يرجع مره ثانيه لفيفي دوم. فهذه الجزيرة راح تشوف مناظر جميلة جدا وشاطئ جميل جدا، ولكن يعيبها الازدحام الشديد وعدم التنظيم في الوصول إلى هذه الأماكن الحلوة. بعد يوم طويل وشاق في زيارة مختلف الجزر راح نرجع إلى فوكت، وبكرة إن شاء الله راح نكمل جولتنا في فوكت ونشوف ما تبقى من معالم هذه الجزيرة الجميلة. هنا واحد من أكبر الاحتفالات اللي موجودة في العالم. المكان هذا اسمه كارنيفال ماجيك، وماخذ 9 جوائز جينيس عالمية. ليش ماخذ جوائز عالمية؟ عندهم أشياء كبيرة مرة وأشياء كثيرة مرة، بس خلنا نستكشف أول بعدين نعلمكم. حلاوة أنه موجود كل شيء بالعربي هنا، لو تشوف مكتوب بالعربي بات تايلندي. بيت الدمية، في مطعم عندهم هنا يقول لك واحد من اكبر المطاعم اللي موجوده في العالم، في يشيل 3000 شخص في وقت واحد. عندهم اكل تايلندي واكل هندي واكل حلال وصيني. مطعم كبير كبير كبير. هنا عندك البوفيهات كلها، تاخذ الاكل من هنا وتروح تقعد على المقعد، وهناك الجهه الثانيه برضه في بوفيهات. انا اخذت التذكره من دون اكل على اساس اني دايت، فما ودي اخرب الدايت حقي. حرفيا ان الواحد ما عنده شيء هنا يسوي، يعني عندك العشاء هنا في مطعم كبير، بعدين عندك 2 شو تسوونه. اغلب الاشياء اللي موجوده هنا اشياء حقت اطفال، يعني اللي عنده بزران واطفال مره بينبسطون على ذا المكان. في عروض حيوانات زي كذا. هذا أرنوبي صغير هنا، صغار الدجاج حقهم صغار مرة. قاعدين يركضون بس. وبعدين ياكلون هنا بعدين يدخلون مرة ثانية، وبعدين بس كذا. أحس الكلب محتار بعد وش قاعد يصير. وهذه أكبر آلة بوب كورن في العالم، كبيرة مرة. الصراحة المكان حق أطفال، أنا ما أدري وش جابني صراحة، ما كنت أدري إنه حق أطفال، مرة حق أطفال. أنا معشم على الشو، إن شاء الله إن الشو يكون حلو مرة وينسيني إن هذا المكان حق أطفال. بنروح نشوف الحمامات، هذا حمام الرجال. كذا الحمامات هنا. حتى الحمامات حاطينها للأطفال، مرة غريبة. وكل حمام غير شكل.
هنا الصابون، هنا في عرض بس للأسف الكاميرات ممنوعة، فقهر يعني. الألوان قربيع قربيع. اللي صمم المكان هذا يحب الألوان بشكل فظيع، حط كل الألوان مع بعض وما في أي تناسق في الألوان، حط وبس لون لون لون. نفس القربيع اللي قبل بس على ديزاين ثاني، هالمرة قزاز. والله قربيع قربيع. شوف المكان هذا حق أطفال، إذا عندك طفل من 2 إلى 5 سنوات ينفع للمكان، غير كذا 6 وفوق ما أحس المكان يصلح أبد. الله يقلع بليس تيك توك. بس أنا شفت مقاطع في تيك توك عن المكان وتحمست وجيت. وهنا قربيع من نوع ثالث، تحس اللي متصمم المكان صارف صرفية غير طبيعية على المكان عشان يطلع بأشياء غريبة زي كذا. بس الذوق الله يهديه شوي في التناسق الألوان ماشي. كمية اللمبات الصغار اللي محطوطة ومصلحين منها هذه الأشياء شيء كبير كبير كبير. هو للأمانة المكان مو مرة برا بطال، بس أنا حسيت إن أنا ضيعت يوم كامل وجيت بمكان حسيته يناسب الأطفال أكثر. المكان للأمانة متعوب عليه وصارفين صرفية غير طبيعي عليه، بس كأني أنا زودتها شوي في الذم. بس أنا اللي بس قهرني إني أنا حطيت يوم كامل عشان الفعالية هذه، في الأخير أنا حسيتها حقت أطفال مرة، راح يومي كله على فعالية أطفال. بس يعني الأشياء الجميلة هذه، اللوحات الفنية الجميلة هذه تصح الكبار يعني. بس الله يهديهم الألوان شوي. كبير 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 كبير. هذا كان فيديو بسيط عن جزيرة بوكيت وبعض من معالمها والرحلات السياحية اللي موجودة في هذه الجزيرة. إذا حاب تشوف فيديوهات أكثر عن دولة تايلاند، تابع هذه سلسلة فيديوهات تايلاند هنا، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله. مع السلامة.